وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. بداية دكتور وليد، تحية لك. واليوم وكما تابعنا رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أطلق استراتيجية تنمية صناعة السيارات، وذلك تم خلال زيارته للمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد. كيف تابعت هذا الحدث اليوم؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. وبالتأكيد هو الحدث يعني هو مش مفاجئ بالنسبة لنا، لأن هذه الاستراتيجية يتم إعدادها منذ فترة طويلة، وهو أمر محمود بالحكومة، فهي لم تتصدى لتبني تلك الاستراتيجية منفردة، ولكنها عقدت الكثير من اللقاءات مع رجال الأعمال والمتخصصين في هذا المجال للوصول إلى مجموعة من الإجراءات والحزم التحفيزية التي تساعد على تعميق صناعة السيارات في مصر. نحن نعيش في مرحلة فارقة من مراحل صناعة السيارات، وهي أن العالم يتحول من السيارات بالوقود العادي إلى السيارات الكهربائية وسيارات الغاز الطبيعي، تلك السيارات التي تراعي المعايير البيئية. بالتالي فإن مصر حريصة على أن يكون لها دور في سوق السيارات الجديد، حريصة أن يكون لها دور ريادي، أن يكون لها نسبة جيدة من هذه السوق الكبيرة التي أخذها في النمو ارتباطا بعمليات التحول نحو السيارات الكهربائية وسيارات الغاز الطبيعي. في هذا الإطار رئيس الوزراء ذكر دكتور وليد أنه مبادرة إحلال السيارات من شأنها أن تدفع عملية توطين السيارات، أشار أيضا إلى أهمية المشاركة من قبل القطاع الخاص في هذا الشأن، قراءتك لذلك؟ الحقيقة الاستراتيجية شاملة في تناول ذلك الأمر، لأن هناك حوافز قدمت إلى مصنعي السيارات، وفي نفس الوقت هناك حوافز لمستخدمي تلك السيارات الكهربائية وسيارات الغاز الطبيعي. هناك بشأن مصنعي السيارات، هناك طبعا تيسيرات وتعريفة جمركية جديدة متعلقة بمكونات السيارات، بحيث يكون هناك حافز لهم للعمل في هذا المجال. يضاف ذلك إلى الحوافز الموجودة بالفعل في التمتع بحوافز قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المصري، إضافة إلى الحوافز اللي موجودة باعتبارهم موجودين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ودي اللي بتمكنهم من الدخول ليس فقط في السوق المصرية ولكن في السوق الإفريقية والأسواق العربية في المنطقة، بما تتضمنه تلك المنطقة من حوافز متعلقة ببنية تحتية كبيرة. شاهدنا الميناء ومحطة الدحرجة إلى سهل عمليات التصدير والاستيراد، شاهدنا البنية التحتية الكبيرة اللي موجودة في منطقة قناة السويس، وهناك حوافز أيضا بالنسبة للمواطن الذي يرغب في الحصول على السيارة جديدة، حوافز تصل إلى 50,000 جنيه كحافز نقدي يمكن للمستهلك أن يستفيد منها. هناك حوافز متعلقة بالإعفاء الضريبي، بالتالي فهناك حوافز للمواطن الذي سيتحول إلى تلك السيارات بصورة تجعل هناك زيادة مضطردة في الطلب على تلك السيارات. الطلب هو الحافز الأساسي اللي هيشجع المستثمر، يضاف إليه ما تقدمه له الدولة من حوافز من أجل أن يكون هناك نمو في هذه الصناعة، يشجع المستثمر على العمل ويشجع المواطن على الاستفادة من هذه النوعية من السيارات الجديدة. في ظل المعطيات التي ذكرتها أيضا دكتور وليد، يعني اليوم تم توقيع اتفاقيتين بشأن توطين السيارات، وذلك بواقع 75,000 مركبة سنويا كمرحلة أولى، يعني ما تعليقك على توقيع هاتين الاتفاقيتين في هذه الفترة وفي هذا التوقيت تحديدا؟ أتصور أن هذا الأمر منطقي لما أعلنته الدولة من حوافز ومن ضمانات للمستثمرين وللأفراد، بالتالي فإن إنتاج مثل هذا العدد ده شيء متوقع، وأتصور أن الأيام القادمة والشهور القادمة ستشهد اتفاقات ونسب أكبر من عمليات التصنيع. يعني أنا عايز أقول أن لما مصر تخطط لإنشاء 3,000 نقطة شحن كهربائي، وإن هي بالفعل بتزيد نقاط الشحن أو محطات الغاز الطبيعي في مصر من 250 إلى 1000 محطة في سنة واحدة، كل ده بيقول إن هناك توجه جاد جدا بيجعل من صناعة السيارات
على يقين بأن مصر جادة في عمليات التحول، بالتالي فإنها فرصة لهم أن يقوموا بإنتاج يلبي احتياجات السوق المتعطش لمثل هذه السيارات. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جبلة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء وتشريع.